تحديدا مع النادي الاهلي. اتكلمنا على اصابه حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني المصري وايضا النادي الاهلي، اكيد في حاله من القلق شويه موجوده داخل النادي الاهلي. فبالتالي الاخبار اللي عندنا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي كان فتح خطوط اتصال هامه جدا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني وايضا الجهاز الطبي، كان كل ده عشان يبدا ان هو يطمن على الاصابه اللي تعرض ليها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الاول في النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. اصابه زي ما حضراتكم شفتوها بالتحام امام المنتخب اللبناني، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ طلب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني ان هم يرسلوا تقرير طبي مفصل وشامل عن حاله حمدي فتحي من اجل الاطمئنان على هذا اللاعب بعد الاصابه اللي تعرض ليها بارتجاج. طبعا بنقول له الف سلامه يا حمدي وان شاء الله الامور تبقى على خير، واكيد هنوفيكم اول باول عن اخبار حمدي فتحي وابرز الفحوصات اللي هيتعرض ليها اللاعب خلال هذه الفتره. استكمالا لاخبار النادي الاهلي، اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا عن موعد مباراه الاهلي مونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطوله كاس العالم للانديه. هيلعب الفريقان في تمام الساعه 6:30 بتوقيت القاهره يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر ان تنطلق البطوله بمواجهه الجزيره الاماراتي مع اوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، ثم يتاهل الفائز للدور ربع النهائي ليلاقي الهلال السعودي بطل دوري ابطال اسيا. أنا هنا بصراحة يعني حابب أقف عند الخبر ده وأبدأ يعني أنتقد شوية يعني المنظمين سواء في الفيفا أو المنظمين كمان في الكاف. يعني إزاي يعقل بجد إن بطولة هامة زي كأس العالم للأندية بتشارك فيها أندية كبيرة سواء ممثل أوروبا اللي هو تشيلسي، ممثل مصر طبعا وإفريقيا النادي الأهلي وكل الأندية اللي تأهلت، الهلال طبعا بطل آسيا والسعودية، إزاي يعقل إن هذه البطولة تيجي في نفس التوقيت؟ احنا بنعمل خير، تيجي في نفس التوقيت بتاع كاس الامم الافريقيه. دلوقتي كاس الامم الافريقيه ميعادها اعلن رسمي ان شاء الله من 9 يناير ل 6 فبراير. طيب المباراه الاولى للنادي الاهلي زي ما فرح تكرمت وقالت يوم 5 فبراير. طيب منتخبنا الوطني لو بس صعد للدور قبل النهائي فده معناه ان هو هيلعب يا على الاول والثاني يا هيلعب على المركز الثالث والرابع، فبالتالي النادي الاهلي هيكون منقوصا من كل اللاعبين الدوليين. نفترض كمان فرض اخر ان المربع الذهبي كان جواه المغرب او مالي او تونس، لان يعني دي الدول اللي ايضا عندنا محترفين في النادي الاهلي منها، ديانج مع المنتخب المالي، بدر بنون متواجد مع المنتخب المغربي حاليا وعنده فرص ان هو يكون مكمل، وايضا علي معلول متواجد مع المنتخب التونسي. ففرضا كده ان هؤلاء يعني اللاعبين تاهلوا مع منتخباتهم الوطنيه للدور قبل النهائي، بالاضافه طبعا لمصر اللي احنا بنامل ان شاء الله نشوفها في المباراه النهائيه. ده معناه ان النادي الاهلي هيلعب المباراه الاولى امام مونتيري المكسيكي من غير ولا لاعب دولي. بصوا على خط دفاع النادي الاهلي كله لاعبين دوليين، حارس المرمى قفشه وخلافه من اللاعبين. كمان هنرجع للنادي الاهلي بنامل ان هو يتجاوز مونتيري المكسيكي ويتاهل للدور اللي بعد كده. حتى لو اللاعبين كانوا سابوا المنتخب مش هيلحقوا المباراة التانية، لأن الفاصل الزمني قليل جدا ما بين مباراة مونتيري المكسيكي وتأهل النادي الأهلي للمباراة اللي تليها. فأعتقد في لخبطة كبيرة جدا من الاتحاد الإفريقي الكاف، أيضا في لخبطة من الفيفا. لازم احترام بطولة كأس الأمم الإفريقية والمنتخبات اللي بتشارك فيها، لأن ما ينفعش يكون الموضوع بالشكل ده. النادي الأهلي لما يلعب من غير اللاعبين الدوليين، اللاعب الوحيد اللي عليه الصورة ده هو جنوب أفريقيا بحكم عدم تأهلها، هو اللاعب الوحيد من التشكيل الاساسي اللي ممكن يكون متواجد رفقه النادي الاهلي، لان جنوب افريقيا ما تاهلتش من الاساس لكاس الامم الافريقيه. فاعتقد من الامور اللي يعني بتضايقنا كده فرح ولخبطه، يعني ازاي صحيح يا غالي ازاي يعني المباراه تكون. لا وهو اللي غريب في الموضوع انت بتتكلم على الاتحاد الافريقي الكاف وبتتكلم على انها بطوله منظمه مع الاتحاد الدولي كمان، بالظبط كده يعني لخبطه في الاثنين. يلا المفروض ان يكون في تنسيق ما بين الاتحادين، وده المفروض يصب في مصلحه اللعيبه، اللي دايما بنقول اللعيبه دول مش مكن، هم مش الات. طبيعي جدا انه المفروض ضغط المباريات غير، كمان غير فكره ان هم يكونوا متواجدين او يضطروا يغيبوا عن المباريات دي، هم كمان ضغط المباريات ورا بعضها في بطولات مهمه بالشكل ده، ما ده هيأثر على النتائج وهيأثر على تواجدهم وهيأثر على النجاحات عموما او حتى النتائج في المباريات. فاعتقد الموضوع لازم فعلا يتم النظر ليه مره ثانيه. هنشوف مسؤولي النادي الاهلي هل هيعدوا الموضوع بالساهل كده ولا هيكون في اعتراض على ميعاد البطوله. يعني بصراحه شيء من الامور اللي يعني بتثير يعني تساؤلات. متضايقين بالظبط. طيب نرجع نكمل الحديث عن النادي الاهلي والتصريحات اللي موجوده، وتحديدا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي لكره القدم اللي اكد رحيل رامي ربيعه مدافع الفريق خلال الموسم الجالي. طبعا الكلام ده كله موجود على السوشيال ميديا، و
كلام رايح ان رامي ربيعه هيمشي، لا هيقعد، لا هيكمل. طبعا كل هذه الامور كانت متواجده على الساحه الخاصه بالنادي الاهلي. طيب موسيماني قال ايه؟ قال برفض تماما رحيل المدافع الدولي رغم امتلاكه عروضا من بعض انديه الدوري العام الممتاز، واكد المدرب للجنه التخطيط ان الفريق في حاجه لكل المدافعين وان رامي ربيعه بديل جيد للغايه ولا يمكن رحيله. طبعا اتكلمنا قبل كده ان رامي ربيعه واحد من اللاعبين المجيدين مع النادي الاهلي، واحد من اللاعبين اللي بداوا مشوارهم الاحترافي بسن صغير قوي، كان عنده 17 سنه في اول مشاركه ليه مع النادي الاهلي، ايضا مشاركته مع المنتخبات الوطنيه بكل يعني التدرجات، منتخب الناشئين، المنتخب الشباب، منتخب اولمبي، منتخب اول. فاعتقد رامي ربيعه من اللاعبين الدوليين اللي عندهم خبرات دوليه كويسه جدا، متواجد في النادي الاهلي بقاله زمن يعني، واخد مع النادي الاهلي بطولات واخد معاهم تتويجات كتيره جدا وعنده احتكاكات كتيره. فاعتقد فعلا ان كل اللي بيحاولوا يثيروا يعني المشاكل في الوقت الحالي ويبداوا يتكلموا على رحيل بعض اللاعبين، كل هذه الامور خارجه تماما عن الصحه. رامي ربيعه مستمر داخل النادي الاهلي رغم عدم مشاركته، ولكن شفنا موسيماني وضح ان هو احد البدائل الجيدين، وبنامل ان شاء الله كمان رامي ربيعه يعود لمستواه سريعا ويتواجد في التشكيل الاساسي، لان هو واحد من كبات النادي الاهلي. قبل كده كنا اتكلمنا الشناوي موجود، ايمن اشرف موجود، ورامي ربيعه هو ثالث القادة الموجودين للنادي الأهلي. طيب.